طيب اليوم كيف بدك توائم بين ما يحدث على الدول الرابع وبين الحريات العامه كحكومه؟ ليس هناك اي تناقض اذا رجعنا للي بنحكي عليه ليس هناك تناقض بالعكس آآ آآ هذه ظاهره حضاريه بنشوفها في دول العالم كله وبالعكس يعني اللي بنشوفه احيانا على شاشات التلفزيون مش مش بس بالدول العربيه بالدول الاوروبيه و و واجنبيه فيه الكثير من العنف الذي لا نرغب ولا نرضاه آه الحمد لله آه آه قوى الأمن آه تتمتع بضبط نفس آه عالي جدا آه وبالتالي القدرة على حماية هؤلاء وحماية الآخرين أيضا وحماية المرافق العامة بنفس الوقت